كيف 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 ترسم السياسات وكيف يتخذ القرار في مسك؟ ترسم السياسات من خلال الاستراتيجيه اللي اعتمدت من البورد اللي سمو الامير محمد يراسه. لما يكون عندنا اجتماع سمو الامير محمد يحرص انه يسمع من جميع الاعضاء بشكل مباشر، ياخذ الاراء، في حوكمه واضحه، في بوليسي اند بروسيجر واضح، في توجه واضح لآلية بناء النظام الداخلي. زي مثلا عندك في مركز مبادرات مسك في برنامج واضح لموضوع الأوكيارز اللي هي مرتبطة ببرنامج قياس الأداء، كيف يكون في قياس الأداء المهام والأهداف وكيف فعلا ترتبط بكل موظف والسيستم مفتوح. أنت عبد الله تشوف مهامي، أنا أشوف مهامك، نساعد بعض، لكن في الأخير كل شخص سيحاسب. في مسك ما عندنا ساعة حضور وانصراف، في مهام معينة أنت ترتبط فيها، أي نعم في متطلبات لأداء عمل معين مكتبي، لكن تقييمنا الأكبر هو على الإنجاز، متى ما كان عندك إنجاز فهذا هو تقييمك اللي احنا فعلا نحاسبك.